الآن بعد أن تعلمنا كيفية رسم الصيغة البنائية للمركبات المختلفة، دعونا نطبق هذه المهارة لرسم المتشكلات البنائية أو ما يسمى بالستركتشرال ايزومرز. كلمة ايزومرز طبعا مكون من جزئين، ايزو وتعني نفس أو مماثل، ومرز تعني أجزاء. ويعرف علم الكيمياء المتشكلات البنائية على أنها مركبات لها نفس الصيغة الجزيئية وتختلف فيما بينها بكيفية ترتيب الذرات في الصيغة البنائية لها. ولتكون الأمور أوضح، دعونا نأخذ الصيغة الجزيئية C5H12، ومنها سنقوم برسم الصيغة البنائية. طبعا عند رسم أي صيغة بنائية تدل على هذه الصيغة الجزيئية ستكون صحيحة في حال حققت وجود 4 روابط للكربون ورابطة واحدة فقط لذرة الهيدروجين. رائع. سنحاول الآن جاهدين رسم أكبر عدد من المتشكلات البنائية لهذه الصيغة الجزيئية. طبعا ربما ما زال كلامي غير مفهوم بشكل جيد، ولكن بعد رسم المتشكلات البنائية ستكون الأمور أوضح لدينا إن حالفنا الحظ. حسنا، دعونا نرسم أول صيغة بنائية ونجعل ذرات الكربون فيها جميعها على خط واحد بدون أي تفرعات، بهذا الشكل. إذا جميعها على خط واحد بدون أي تفرعات. نعم، لنرسمها مرة أخرى بشكل أوضح. هنا على اليمين سأضع ذرات الكربون، لدينا 5 ذرات كربون فيها، لنحدد أماكن وجود ذرات الهيدروجين. تعلمنا كيفية عمل هذا في الفيديوهات السابقة. نحتاج 3 هنا، 2 هنا، واثنتان هنا، 2 هنا، وثلاثة أخيرات هنا. إذا جمعنا كل هذه الهيدروجينات هناك 3 2 2 2 3، ويساوي 12 ذرة هيدروجين. إذا هذه الصيغة تحقق الصيغة الجزيئية للبيتان وهي C5H12. لنرى إذا كان بالإمكان رسم صيغة بنائية أخرى لديها نفس الصيغة الجزيئية هذه. إذا أزلت واحد من هذه الكربونات، هنا سيتبقى لدينا 4 كربونات في سلسلة، ويمكن وضع الكربون الإضافي مثلا. سأضعه هنا، لنضعه هنا ونرى ماذا سيحدث. لنرسمه مرة أخرى. لدينا هنا الكربون المزال، 5 ذرات من الكربون. لنرى إذا كان ما يزال هناك 12 من ذرات الهيدروجين. إذا هنا 3، وهنا 3، وهنا 2، آسف، وهنا 3. وعند هذا الكربون هنا لديه 3 روابط مع ذرات الكربون، إذا ينقصه ذرة هيدروجين واحدة فقط، ذرة هيدروجين واحدة مربوطة مع هذا الكربون أو متصلة مع هذا الكربون. من ثم في الكربون في الأعلى يحتاج إلى 3 من ذرات الهيدروجين. إذا قمنا بعد ذرات الهيدروجين، 3 و3 3 9 2 11 و1 12. إذا هذه الصيغة البنائية تحقق الصيغة الجزيئية C5H12. الآن يمكن القول أن كلا الصيغتين البنائيتين هنا تدلان على الصيغة الجزيئية C5H12. إذا كلاهما له نفس الصيغة الجزيئية، ولكن ترتيب ذراتهما في الصيغة البنائية يختلف من واحد لآخر. لنرى إذا كنا قادرين على تشكيل متشكلات بنائية أخرى لنفس الصيغة الجزيئية هذه. بما أنني أخذت هذا الكربون ووضعته كمتفرع، ماذا سيحدث لو أنني أخذته هنا وضعته هنا بهذا الشكل؟ هل هذا متشكل بنائي جديد؟ قد يتبادر إليكم هذا، ولكنه في الحقيقة هذه الصيغة البنائية هي نفس الصيغة البنائية لهذه في الأعلى، وهذه لا تعتبر متشكل جديد أو بناء جديد، لا فرق بينهما إطلاقا، هما نفس الصيغة البنائية بالضبط. لنرسم واحدا آخرا. طبعا لدي فرع واحد هنا. ماذا لو أخذنا ذرتي كربون وفرعناهما من السلسلة الرئيسية؟ إذا من الممكن عمل فرعين إذا كنا قادرين. إذا أزلت 2 من الكربون وتبقى 3، سأضع الكربونات هنا ونوصلهم بالكربون في المنتصف. لنرى ماذا سيحدث هنا. لنعيد رسم هذا بسرعة ونحدد ذرات الكربون. لدينا 4 ذرات كربون، ومن ثم ذرة الكربون المركزية هكذا. كم عدد الهيدروجينات الآن؟ طبعا كل ذرة كربون على الأطراف لديها 3 روابط من الهيدروجين، وعند النظر للكربون في المركز لديه أصلا 4 روابط، لذا لا يحصل على أي هيدروجين. إذا لدينا 5 كربونات، 4 ضرب 3 12 من ذرات الهيدروجين. رائع. إذا المتشكل البنائي الثالث هذا صحيح، ويدلل على الصيغة الجزيئية C5H12. لدينا 3 متشكلات بنائية كلها لديها الصيغة الجزيئية C5H12. طبعا هذه كلها هيدروكربونات وهي الكانات، وسنتحدث أكثر عن الألكانات في الفيديوهات المستقبلية. لنأخذ مثالا آخرا الآن
سأرسمه هنا في الأسفل. لنجرب الصيغة الجزيئية مثلا C3H8O. آسف، سأبدأ بالصيغة البنائية هذه مثلا هنا، ثلاث ذرات كربون على خط واحد، ولدينا أيضا مجموعة الهيدروكسيد أو الـ OH، سأضعها هنا على ذرة الكربون في المنتصف. إذا أردنا أن نرقب الكربونات في اللون الأزرق، 1 2 3، نعم، ومجموعة الـ OH في الأعلى تتواجد على الكربون رقم 2. دعونا نفحص الآن مدى مطابقة هذه الصيغة البنائية مع الصيغة الجزيئية، دعونا نرسمها هنا مرة أخرى. رائع، إذا هنا ثلاث ذرات كربون هكذا، ومن ثم الهيدروجينات، سيكون هنا ثلاث ذرات هيدروجين وهنا ثلاثة منها، والكربون المركزي هنا لديه ثلاث روابط، إذن يحتاج لذرة هيدروجين واحدة، ولا ننسى هذه الهيدروجينة في الأعلى، ثلاثة ثلاثة واحد وواحد، إذن ثمان هيدروجينات وثلاثة ذرات كربون وواحدة من ذرات الأكسجين، إذن هذا 2 بروبانول. إذن هذه صيغة بنائية محتملة وصحيحة للصيغة الجزيئية C3H8O. لنرى إذا كان بالإمكان الآن رسم متشكل بنائي آخر، لنجرب. طبعا هنا كما نرى أن مجموعة الـ OH تتفرع من ذرة الكربون الثاني، إذا وضعناها على ذرة الكربون الأولى فسيعطينا متشكل بنائي جديد. لنجرب، إذا مجموعة الهيدروكسيد الآن تتفرع من هذه الذرة، إذا قمنا بتقييم ذرات الكربون 1 2 3، نعم، بهذا الشكل، سأعيدها أو سأعيد رسمها مرة أخرى هنا. إذا لدينا الصيغة البنائية هذه، هذه ذرات الكربون. طبعا هذه الذرة هنا لديها ثلاث ذرات هيدروجين، وهذه هنا لديها اثنتان، وهذه لديها اثنتان أيضا، ولا ننسى الهيدروجين هذا هنا بجانب الأكسجين. لدينا 1 زائد 2 زائد 2 زائد 3، مرة أخرى لدينا ثمان هيدروجينات وثلاث ذرات كربون وذرة أكسجين واحدة. إذا يمكن اعتبار الصيغة البنائية هذه متشكل بنائي جديد للصيغة البنائية أو للصيغة الجزيئية، آسف، C3H8O. طبعا يسمى الأول 2 بروبانول والثاني يسمى 1 بروبانول، والفرق الوحيد بينهما هو بكيفية ترتيب الذرات في الصيغة البنائية كما نرى. لنرى الآن ماذا لو وضعنا مجموعة الهيدروكسيد على ذرة الكربون الثالثة، سأرسمها هنا، هل هذه الصيغة البنائية تعتبر متشكل بنائي جديد فعلا؟ طبعا أنتم ستجاوبون لا، لأن هذه الصيغة البنائية هي نفسها الصيغة هنا في الأعلى ولكنها مقلوبة، وسنتحدث عن هذا في فيديوهات لاحقة. إذا هذا ليس متشكل بنائي جديد، هو نفس المتشكل البنائي في الأعلى. لنحاول أن نرسم متشكل بنائي آخر لديه الصيغة الجزيئية C3H8O. طبعا للأسف لا يمكن أخذ ذرة كربون وجعلها كفرع للسلسلة الرئيسية، لأنه لدينا فقط ثلاث ذرات كربون هنا، وهذا لا يسمح بتفريع أي منها. لعمل متشكل بنائي جديد الآن، كل ما يمكن عمله هو وضع ذرة الأكسجين بين ذرات الكربون الثلاث، على سبيل المثال لو قمنا بوضعها بين ذرتي الكربون الثانية والثالثة، ولكن بدون أن نغفل عن أزواج الإلكترونات الغير رابطة حول ذرة الأكسجين لتكون مستقرة، يجب أن يكون حولها 8 إلكترونات. نرسم المتشكل البنائي الجديد هنا، وسأعيد رسمه هنا مرة أخرى. إذا لدينا ذرات الكربون اثنتان على يسار الأكسجين وواحد على يمينها، نعم. لنرسم ذرات الهيدروجين الآن، لدينا ثلاث ذرات هنا واثنتان هنا وثلاثة هنا، طبعا ولا ننسى أزواج الإلكترونات الغير رابطة حول الأكسجين، فهو يكون مستقرا كما قلت ب8 إلكترونات حوله، إذا لا يمكن لأي ذرة هيدروجين أن تكون مرتبطة معه. حسنا، لدينا ثلاث ذرات كربون، رائع، ذرات الهيدروجين ثلاثة هنا ثلاثة هنا اثنتان هنا، لدينا ثمان ذرات هيدروجين وذرة أكسجين واحدة فقط، إذا هذا متشكل بنائي جديد لديه الصيغة الجزيئية C3H8O. رائع، حسنا، ماذا لو قمنا بوضع ذرة الأكسجين بين ذرتي الكربون الأولى والثانية بدلا من وضعها بين الذرتين الثانية والثالثة، ونرى هل سنخرج بشكل بمتشكل بنائي جديد أم لا بهذا الشكل. طبعا هذه الصيغة البنائية الجديدة لا تمثل بشكل متشكل بنائي جديد، وإنما هي نفسها هذه في الأعلى. إذا لدينا ثلاثة متشكلات بنائية ولديها صيغة جزيئية واحدة C3H8O، لا يمكن عمل أي فروع، حاولنا هذا من قبل، وهذه المتشكلات البنائية الثلاثة القادرون على عملها تبدو مختلفة قليلا عن بعضها البعض. رائع، طبعا كما قلنا الأول هو 2 بروبانول، والثاني يسمى 1 بروبانول، أما الثالث فيسمى إيثيل ميثيل إيثر. إذا المجموعة الوظيفية في المتشكل البنائي الثالث تختلف عن المجموعة الوظيفية في المتشكلين البنائيين الأول والثاني. طبعا المتشكل البنائي الأول يعتبر كحول،
نعم، والثاني أيضا يعتبر كحول، رائع. أما الثالث وهو الإيثيل ميثيل إيثر، فهو يعتبر من مجموعة الإيثرات. إذا كما قلت المتشكلان الأول والثاني هنا هما من مجموعة الكحول، أما الثالث فهو من مجموعة الإيثرات. وسنعرج على المجموعات الوظيفية المختلفة في الفيديوهات القادمة، ففهمها ضروري جدا لتسمية المركبات العضوية المختلفة، وسنطرح العديد من الأمثلة على ذلك. نراكم.